طردوني من الدكان، طارت معه أحلامي. هذا ما لم تحسب حسابه يا عامر، يا ويلي يا عامر، ماذا سيفعل لك صهيب هذا؟ يا ويلي، سحقا للطمع، سحقا للطمع. ألا تجلس يا رجل وتدعنا نفكر بهدوء؟ أجلس وبهدوء؟ لا تقلقي، غدا سنجلس معا نحصي ذرات تراب أرض بغداد بعد أن باع أحمد دكانه، لا تقلقي. كفاك والولة كالنساء، اجلس أيها الأحمق ودعني أفكر لك في حل. حل؟ عن أي حل تتحدثين يا أمي؟ كلما بحثت لي عن حل يا أمي جاءتني المصائب تترى. هذا جزاء من أطاع النساء. الرجل يا أمي لا يريد بيع دكانه، مالي ودكانه. أولم يكفي أنه لم يطلب منا أجرة الدكان منذ أشهر رأفة بحالنا؟ أو هذا جزاؤه منا يا أمي؟ ذلك كله بسببك. لما لن تدفع إلى الرجل أجرته إلى الآن وأنت تملك كل هذه النقود؟ ماذا؟ ماذا تقولين يا سلمى؟ الآن أصبحت أنا المخطئ؟ من كان يرسم ويخطط ويكيد لأحمد ودكانه؟ أم تراكم قد نسيتم؟ كف عن هذا الجدل العقيم ودعنا نجلس لنفكر بهدوء. لم يعد يجدي التفكير نفعا يا أمي، وعلينا جميعا أن نتحمل جزاء خبثنا ومكرنا. ما زلت غاضبا؟ كنت كذلك. تغضب على أمك؟ معاذ الله يا أم أحمد، إنما أثار حفيظتي إلحاح عامر وأهله على أمر يرون فيه نفعهم ونرى فيه غبننا. ربما رأيت أن بيع الدكان أنفع لنا من كرائه، ولكن ما دمت على غير قناعة فالأمر زمامه بين يديك، والدكان دكانك ودكان أبيك. جزاك الله خيرا يا أمي، أنا وما أملك طوع أمرك. افعل ما تراه مناسبا يا ولدي. عمتي، ما بك؟ أثم ما تخفينه عني؟ وما الذي أخفيه عنك يا ابنتي؟ أستحلفك بالله يا عمتي، محمد بخير؟ ما دام ربه يرعاه فهو بخير إن شاء الله. لا تقلقي يا ابنتي، لا تقلقي بشأنه. كيف لا أقلق عليه وأنا أراك مشغولة عليه وأراك تكتمين انشغالك؟ عمتي، أثم ما يجب أن أعرفه؟ فأنا ابنتك وزوجة محمد. ربما سرت إلي عدوى هواجسك يا حمدة. قلت لك فوضي أمرك إلى الله وهو حسبنا. الحمد لله. تفضلي يا عمتي، تفضلي. لابد أنهم في غاية القلق علي، وما دمت لا أستطيع الذهاب إليهم إلا بإذن ولي أمر المؤمنين، فيجب أن أرسل إليهم رسولا ليذهب قلقهم. فقد كاد شوقي لهم يفتك بي. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا بقاضي قضاة بغداد محمد بن الحسن الشيباني. أهلا بك. أهلا بك أيها الشافعي، قد وجبت علينا زيارتك. حللت أهلا ونزلت سهلا يا أبا عبد الله، تفضل. إلى متى يتغافل مولاك يا ابن الربيع عن تجاوزات أبناء برمك في شؤون الخلافة؟ لا أدري يا مولاتي، إن أحدا لا يقوى على الحديث مع أمير المؤمنين بشأن البرامكة، فأمير المؤمنين لا يرضى أن ينالهم أحد ولو بكلمة تقال. أمير المؤمنين يسوس بعقله وحكمته، ولا يرضى أن يتوغل أحد في شؤون الحكم والخلافة مهما كان، فزمام الدولة كلها في يده. ولكن آل برمك قد بلغوا من الأمر غايته، فقد استأثروا لأنفسهم وأتباعهم بمقدرات الدولة وشؤونها، وليس أدل على ذلك من أن نفقة البرامكة تفوق نفقة أمير المؤمنين نفسه. ثم ها هم الآن يلتفون حول ابنه عبد الله المأمون التفاف الحية على فرائسها، وأخشى أن هناك من يكيد في الخفاء. يا مولاتي زبيدة، إن دولة الخلافة في خطر. أثني على كلام ابن الربيع يا مولاتي بأنهم أحاطوا المأمون بأعوانهم وعيونهم، ولا سيما ذلك الداهية المسمى الفضل بن سهل. اسمع يا أبا العباس. كل آذان مصغية يا مولاتي. إن كانت الأمور كما ذكرتم فإن ذلك لا ينبئ بخير، ويجب أن نجد حلا بسرعة قبل أن تغرق السفينة. لا أكف عن التفكير والتدبير يا مولاتي، ولكن لا سبيل عليهم وهم على مكانتهم عند أمير المؤمنين. ولكن الفضل بن الربيع قد قطع على نفسه عهدا بأن يستأصل شأفتهم. لا تنقصك الحيلة والدهاء يا ابن الربيع، فامضي فيما ترى وتعزم، واعلم أن مولاتك زبيدة ترعاك وتحميك، فلا تخشى شيئا. إن شاء الله. إذن فقد تصافى الود بينكما يا شافعي. تقصد أمير المؤمنين هارون؟ أجل فيما يبدو، وإن كنت أعتب عليه لحرماني من القفول إلى مكة حماها الله في الوقت الراهن. لعله يريد أن يستأنس بك يا أبا محمد، أو ينتفع من علمك وفقهك وحسن رأيك. لا لا لا، لا أظن ذلك. إن الرشيد وإن ظهرت له براءتي مما نسب إلي كذبا من أمر الخروج عليه، إلا أنه ما زال يتوجس خيفة من هذا الزعم والادعاء. وكيف ذلك يا ابن أدريس؟ أنت تعلم أن بني العباس منذ تسلمهم مقاليد الخلافة هم للأسف في خصام دائم مع أبناء عمومتهم الطالبيين. أعلم ذلك، فالطالبيون كانوا قد ساعدوهم في إنهاء دولة بني أمية، ثم لما استأثر بنو العباس بالحكم دونهم دب الخلاف بين أبناء البيتين، وقد عانى من ويلات ذلك الخليفة المنصور والخليفة المهدي والخليفة الهادي. حتى هارون الرشيد لم تمر عليه سنة إلا وكدر صفوها نزاع مع أحد أبناء البيت الطالبي، وهذا يحيى بن عبد الله بن الحسن يقبع في أحد سجون البرامكة جراء ذلك. تماما تماما يا أبا عبد الله. فلما كان أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم أبناء عمومتي، وفي ذات الوقت هم أبناء عمومته، فهو يخشى أن أكون قد ملت إليهم ولو بمحض الكلام. أنت تعلم أن اللسان أمضى من السنان. فهمت ما ترمي إليه أيها الشافعي، فالرشيد يسجن حريتك ويقيد حركتك، وذلك بعد أن ظهرت له براءتك درءاً لاحتمال بسيط. هذا ما قصدته يا أبا عبد الله. إذن علي أن أقدم شكري لأمير المؤمنين أن استبقاك هنا في بغداد حتى نأنس بصحبتك يا أبا محمد. دع
أتأنس أنت بصحبتي وتتجرع أمي وأهلي مرارة فرقتي؟ ها؟ السلام عليك يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك يا خالة. لي حاجة عندك يا ولدي. تفضلي فأمي داخل البيت ثم ننظر لك حاجتك، تفضلي. لن أدخل إلى البيت قبل أن تعدني أن تلبي لي حاجتي. حسنا حسنا، تفضلي وإن شاء الله لن تخرجي إلى راضي، تفضل. لما لا تسكتين؟ اسكتي، ألا ترينني لا يقر لي قرار ولا يهدأ لي بال؟ كيف يرى أمامه من أفقده القلق بصره وأضله طريقه؟ كيف؟ إذن لما لا تجلس في مكان ما وتقلق كما تشاء وتدعني أعمل؟ لما لا تسكتي وتدعيني أقلق على راحتي؟ منذ الأمس وأنت على هذه الحال، سنصاب كلنا بعدوى قلقك. ثم قل لي، هل ستنقلب الدنيا إن تركت الدكان؟ سلمى زوجتي أم عمير، هل ستفلح أمي في مسعاها؟ وهل تعجز أمك عن فعل شيء؟ ألا يكفي أنها أفلحت في تزويجي بك؟ ما الأخبار يا أمي؟ الأخبار جيدة أيها الإسكافي، ولكن دعني ألتقط أنفاسي، فقد أتعبني طول الطريق. وأنا يا أمي طول مكوثي في البيت أقلقني. يعني ما الخبر؟ ها؟ أخبريني، هل وافق؟ عدمتك أمك يا عامر، قل معي آمين. آمين. وافق ابن حنبل أن تعود إلى الدكان شريطة أن لا تعود لذكر بيعها أو شرائها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا أمي. أمي قولي له إنني لن أعود لذكر ذلك أبدا. تريدني أن أعود له وأقول له ما قلت؟ أحمق أنت. انتهى الأمر، تعود إلى الدكان وابن حنبل لا يحتاج إلى وعود منك. ألم أقل لك يا عامر إن أم عامر لا تعجز عن شيء تلح عليه؟ لكنه اشترط شرطا آخر. اشترط شرطا آخر؟ ما هو الشرط الذي اشترطه أحمد شرطي؟ قولي يا أمي. أن تنتظم بدفع الأجرة مع كل هلال. لا بأس، مع كل هلال أفعل يا أمي، أفعل. ولا تنسى أن تدفع له أجرة الأشهر الماضية. زوجتي أفعل، لا بأس أفعل. كنت أنا وأخي عيسى في الكتاب، وكنا نصارى على دين عيسى عليه وعلى نبينا السلام، وكان المعلم يعلم الصبيان أب وابن وروح قدس، فكنت أعترض عليه وأقول بل أحد أحد، فيضربني المعلم على ذلك ضربا شديدا، حتى كان يوم ضربني فيه المعلم ضربا مبرحا، فهمت على وجهي يومها في بلاد الله الواسعة، فخاف علي أهلي كثيرا، وكانت أمي تقول لئن رد الله علي ابني معروفا لأتبعنه على أي دين كان. ثم قدمت إليهم بعد سنين عدة، ففرحت أمي بلقائي كثيرا، ثم قالت لي يا معروف على أي دين أنت؟ فقلت على دين الإسلام. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسلمت أمي، ثم أسلم أبي وأخي عيسى، والحمد لله رب العالمين الذي من علي وعلى أهلي بنعمة الإيمان والإسلام. ما بال أمي نائمة في مثل هذه الساعة؟ أمي، أم عامر، أم عامر، أمي، أمي، أم عامر، أم عامر،
أنا عامر ولدك، هيا نهضي. أمي أمي، ما بك يا أمي؟ يا ويلي، أمي ماتت، أمك يا عامر ماتت، يا حسرتي، يا ويلي يا ويلي، أمي ماتت، يا سلمى أمي ماتت، يا عمير جدتك ماتت، يا ويلي يا ويلي عليك يا عامر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمي ماتت يا سلمى. اتق الله يا عامر، ما لك تولول كالنساء، موتها أروح لها ولغيرها، يكفيها من العمر ما عاشت، ألم يصبح عمرها 200 سنة؟ خسيت أيتها الحرباء، خيب الله ظنونك. أمي 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 يا سلمى، الحمد لله، أحمدك يا رب، أمي لم تمت يا سلمى. ليس قبل أن تموت زوجتك القبيحة. لا تموت الأفعى ما لم تقتل، تحسن لك يا عامر. لن أموت قبل أن تموتي بغيظك يا ابنة الجزار. الحمد لله، أمي على قيد الحياة، أحمدك يا رب. أمي ذهب عقلي خوفا عليك، متأكدة أنك على قيد الحياة؟ لولا أني سمعتك تبكي علي بقلب صادق لقلت إنك خبيث مثل زوجتك. ثم كيف لا أكون على قيد الحياة وأنا أكلمك أيها الأحمق؟ صحيح تكلميني. أمه، ربما كانت هذه فواق الموت. فواق الموت؟ نعم. اغرب عن وجهي، اغرب عن وجهي، اغرب عن وجهي، قبحك الله. استقدوا إليها يا أمي. اذهب اذهب اذهب، قبحك الله وقبح زوجتك. أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والأمر بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنوب غير الغسل، ويحتمل أنه واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذنوا لي أيها الإخوة، أستودعكم الله. لو تدري ما نحصله من العلم بجلوسنا مع الشيخين المريسي وابن الأشرسي يا صهيب. أتدري أن شيخنا المريسي كان من تلاميذ الإمام أبي يوسف القاضي رحمه الله؟ أحقا ما تقول؟ أجل، إنه ظرف ملئ علما وفقها يا صهيب. ليتك ترافقني ذات مرة وترى بعينك وتسمع بأذنك ما أقوله لك. كأني بك يا صديقي تقنعني بالانضمام إلى المعتزلة؟ وهل أنت فتى غير حتى أقنعك بما لا تحب؟ إنما عرضت عليك أن ترى بنفسك وتحكم بعقلك، فعقل الإنسان أداته للحكم والقرار، أوليست الحكمة ضالة المؤمن؟ نعم، الحكمة ضالة المؤمن والدين النصيحة، وأنا أنصحك يا بدر أن تبتعد عن هؤلاء القوم، فهم خصوم أمير المؤمنين الرشيد. غفر الله لك يا صاحبي، غفر الله لك. منذ متى كان رضا أمير المؤمنين مقياسا للتمييز بين الحق والباطل؟ إن مقياس تمييز الحق والباطل هو هنا. اسمعني يا بدر، إن مقياس التمييز بين الحق والباطل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عقلك المريض. وكيف السبيل إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله إن لم نعمل فيهما عقولنا؟ إن العقل يا صديقي هو الجسر بين اللفظ ومعناه، بين القول والعمل، أليس ذلك من البديهيات أيضا؟ إن شيخ بشر ومن معه يضعون العقل في المكان الذي وضعه الله له،
فلا تحكم لمجرد سماعك بأذنك يا صهيب. السلام عليك يا أخ العرب. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعتك قبل قليل تحدث الناس في المسجد، وقد أعجبني ما تقوله. جزاك الله كل خير. أحسب إذن أنك فقيه أو شيخ حديث. أكرمني الله بالتتلمذ على يد القاضي أبي يوسف رحمه الله، إمام أهل العراق. يا مرحبا بك يا أخي. أحسب أنك لست من بغداد. هو كما تقول، أنا من مكة المكرمة وأدعى محمد بن إدريس الشافعي. وأنا بشر، بشر المريسي. أهلا وسهلا بك يا أخي. حسنا، فلنذهب إلى بيتي لنكمل حديثنا. أخشى أنني أثقل عليك. تفضل يا أخي، تفضل. تفضل. لا أحب على نفس الشافعي من مجالسة الفقهاء وطلاب العلم، فكيف برجل هو تلميذ لأبي يوسف رحمه الله. شكرا لك، هذا كرم منك. اعذرني على هذه الزيارة المفاجئة يا ابن أبي دؤاب، فصديقي بدر أصر على زيارتك والتعرف عليك. شرف كبير لي أن أنال كرم زيارتك يا أبا عبد الله. بدر هو من حدثتك عنه سابقا، الذي أشكل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حقا؟ لابد إذن أن بدرا طالب مهتم بدرسه. مهتم ولا شك، ولكن في ذلك اليوم جانبه الصواب. من يدري يا محمد، ربما نكتشف بعد فترة أن الحق معه ونحن من جانبنا الصواب. لماذا؟ أما زال لديك شك بما قلت؟ لا 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 أقصد ذلك يا ابن نوح، لقد كان كلامك مقنعا. أهلا بأخي بدر، أسعدتني زيارتك وأرجو ألا تكون الأخيرة. أنا الذي أرجو ذلك يا أبا عبد الله. حارث، الحق بهذه المرأة وأعرف كل شيء عنها، أحوالها ومكان إقامتها، وعد إلي على الفور. هيا. وكيف أتركك وحدك يا مولاي؟ أخاف أن يصيبك مكروه لا سمح الله. لا تخشى شيئا يا حارث، لا تخشى علي. هيا ونفذ ما قلت لك، تحرك. العدالة المطلقة أمر مستحيل. أي ذنب تحمله في رقبتك يا هارون دون أن تدري؟ أي ذنب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشر المريسي؟ أجل، هذا هو اسم الرجل، وقد قال لي إنه من تلاميذ أبي يوسف رحمه الله. رحم الله أبا يوسف. أجل، فإن الرجل لم يكذبك، هو فعلا من تلاميذه. ليت المريسية بقي على ما تعلمه من شيخه. لما تقول ذلك؟ لأن المريسية هذا تأثر بمعتقد أهل الاعتزال يا شافعي، أتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فلعب بعقله بعض شيوخ المعتزلة، فجير كل ما تعلمه من فقهائنا لنصرة عقيدته الفاسدة، وهو اليوم يدعو إلى القول بخلق القرآن. أعوذ بالله من أن نكون ممن آتاه الله آياته فانسلخ منها فأصبح من الغاوين. غريب أمر هذا الرجل، لقد
لقد بدا لي في عيني فقيها. إنه كذلك للأسف، ولكن ما الفائدة؟ إن لم يحجزه فقهه عن الوقوع في حبائل المبتدعة وشرك الضالين. لم يجاهر بذلك، لقد بدا لي على غير ما تقول تماما. هذا الصنف من الناس يخادعون الله والذين آمنوا، لكنهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم، وقد أراد بذلك أن يقع على حقيقة اعتقادك، وظني أنه يود أن تكون من جماعته. أعوذ بالله، أعوذ بالله من قول أهل الباطل، وقانا الله شرور أهل البدع والأهواء. جنب أمثاله مجلسك يا شافعي. لا يا ابن الحسن، لا لا، النار المشتعلة تحتاج لمن يطفئها، والضال علينا أن نرشده، وما استفحل أمر هؤلاء إلا بسكوتنا عنهم وتجنبنا لهم. يا ابن الحسن، الجاهل يعلم والغافل يذكر. إن من كان على الحق أيها الإخوة لا يكترث لمن يكيدون له حتى لو ملأوا الآفاق. فالمؤمن قوي بإيمانه، واثق بربه، يعرف بأنه سيمتحن ويبتلى. أتحسبون أننا أول من ظلم من أجل ما يؤمن به؟ لا يا إخوتي، لسنا أول المظلومين، ولا هارون أول ظالم. لقد سبقنا إخوة لنا ظلموا من أجل ما يؤمنون به، ولكنهم لم يهنوا. لماذا؟ لأنهم أسلموا قيادهم لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. تأخرت علينا أيها المريسي. صادفت اليوم رجلا لم ترى عيناي مثله، إنه من مكة المكرمة، واسمه محمد بن إدريس الشافعي، قرشي هاشمي. إذن فهو ضال كابن عمه هارون. لا يا ابن الأشرس، إنه فقيه حافظ، محدث متكلم، فصيح شاعر. وما الذي جمعك به يا أبا عبد الرحمن؟ قدر الله جمعنا، وإني لأرجو من الله أن يهديه إلى حقيقة الإيمان كما هدانا من قبل، فهو مكسب لنا، وأيما مكسب. إذن فأنت تحدث نفسك بضمه إلينا. لو كان الأمر بيدي لفعلته الساعة، إنه فوق ما أصل. أمثال هؤلاء قد ران على قلوبهم بما يكسبون، وأتبعوا أنفسهم هواها، فلا ترجو منهم شيئا. لا بأس من المحاولة يا ابن الأشرس، لا نخسر شيئا. إذن نترك الأمر لك يا أبا عبد الرحمن، فأنت ألسننا وأفقهنا في دين الله. بارك الله فيك يا ابن الأشرس. إن أردت شرائي فلي شرط، إن قبلت به وافقت، وإن لم تقبل فأنا لست للبيع. ومن أنت حتى تشترطي؟ ثكلتك. فلي شرطك إني أسمعك. لا أريد أن يسمع شرطي أحد غيرك. إن كنت لا تمانعين يا سيدتي، أريد أن أتحدث معها وحدنا. تعال معي يا حنظلة. ها قد أصبحنا وحدنا، تكلم. قد علمت أن لديك أختا مريضة، وأنك تريدني أن أقوم على خدمتها، وأنا موافقة، ولكني سأكون في بيتك خادمة، خادمة فقط. أنا حرة، ولكنك لن تصدقني، ولا يعنيني أن تصدقني. فكر في شرطي، ولا أطلب منك ردا الآن. إن قبلت فعد، وإلا فلا تعود أبدا.
ماذا قالت لك هذه المجنونة؟ لا شيء مهم، قد راقت لي وأظنني سأشتريها. قد تأخرت الآن، سأعود قريبا لنتفق على كل شيء. على الرحب والسعة، في أي وقت تشاء. يستحق هارون أن يجلس على كرسي الخلافة، إن من ورائك النار ومن أمامك الجنة، ووالله إني لأخشى أن تكون الأولى للثانية. فمن استرعى رعية ولم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة، وإن أشد الغش غش الوالي لرعيته. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. عدت يا حارث؟ السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، ما رأيت؟ لقد لحقت العجوز إلى أن وصلت دارها يا مولاي، ودارها لا تدخلها الجرث، إنها فقيرة جدا، وأخبرني جيرانها أن لا معين لها إلا الله. لا إله إلا الله. من صبيحة الغد جد لها دارا تليق بها، وأمر لها بنفقة شهرية من بيت مال المسلمين، ولتخبرنا العيون عمن في مثل حالها ليكون لهم مثل ما لها. أمر مولاي. ينفذ ما قلت منذ صبيحة الغد، هل فهمت؟ سمعا وطاعة يا مولاي. قلنا إن الأصل الأول في مذهبنا أيها القوم هو التوحيد، ونعني به إثبات وحدانية الله ونفي المثل عنه. والأصل الثاني هو العقل، ونعني به قياس أحكام الله على ما يقتضيه العقل والحكمة. فالعقل مستقل بالتحسين والتقبيح، فما حسنه العقل كان حسناً، وما قبحه كان قبيحا. ماذا حدث مع زميلك في حلقة الدرس؟ صهيب، إنه لأحمق ليس إلا. إذن فشلت معه. لقد ذهب كلامي معه سدى، إنه لا يستحق العناء، لا طائل من ورائه. لا لا يا بدر، لا أحب أن أسمع مثل هذا الكلام منك. عليك أن لا تستهين بشخص ما مكان، إن بقينا نترفع الناس لبقي أكثرهم في الضلالة. إن الأمير عبد الله المأمون يا مولاي يتفصد ذكاء ونجابة، ولا أكون مبالغا إن قلت إنني لم أرى شابا في عمره يفكر كما يفكر المكتهلون. إنه نادرة من نوادر هذا الزمان وكل زمان يا مولاي. صدقت صدقت يا ابن سهل، فإن في هذا الفتى حزم جدي المنصور، وتقى أبي المهدي، وعزة نفس أخي الهادي. ووالله لو شئت أن أقول الرابعة مني لقلت. فكيف بك بأبي موسى الأمين ولي عهدكم يا أمير المؤمنين؟ إن الأمين لا يقل شأنا عن أخيه. ومن مثل أبي موسى الأمين في بذله وجوده؟ إنه يتأسى خطى أجداده الهاشميين. أحسنت أحسنت القول يا ابن الربيع. قل لي يا ابن سهل، أين جعفر؟ لم أره في مجلسي منذ يومين. إن أبا الفضل لا يشغله عن أمير المؤمنين شاغل يا مولاي، ولكن أحسب أن السهر على شؤون دولة أمير المؤمنين عاقه عن حضور مجلسك اليوم يا مولاي الرشيد. أو أنه مشغول عنك يا مولاي بقصره الجديد الذي أنفق عليه 20,000 درهم كما يقال. أرى أن هذا الرقم مبالغ فيه يا أبا العباس. بل إنه أكثر مما تحسب يا ابن سهل. إن جعفر لديه من الدور والقصور الكثير، فما حاجته لبناء قصر جديد؟ دعك من هذا الحديث يا عيسى. قل لي يا ابن الربيع،
ما أخبار ضيفك؟ مولاي الرشيد يقصد الشافعي؟ لقد استثر به قاضي قضاتك يا أمير المؤمنين. إذن فقد أسدينا معروفا لابن الحسن إذا أبقينا على محمد بن إدريس الشافعي في بغداد، أليس كذلك؟ القبيحة كلامك كله كطنين أجنحة الذباب. هل وجدت المفتاح يا سلمان؟ نارني الله وجهك. المفتاح يا أمي. الله منك دعاء. المفتاح أريده. إنما يتعسني هو أن أرى وجهك القبيح القميء صباحا ومساء. المفتاح يا أمي. انظروا انظروا من يتكلم عن الدمامة، عجوز شمطاء. اغربي عن وجهي وإلا ضربتك. لن أغرب لن أغرب. حسنا سأضربك. شلت يدك يدها الشمطة، شلت يدك. ليتني مسكت قبل أن أخطبك لابني. ليتك. أيتها القبيحة. تعالي الشمطة. فوز، خذي طعامك، أريدك أن تأكليه كله. أريدك أن تستعيدي رونقك وعافيتك. لا أريد للرجل أن يأتي ويراك وأنت بهذا الشحوب. كلي كلي. ما بك؟ لما لا تردين؟ منذ غادرنا الرجل وأنت على صمتك هذا. ألن تخبريني بما دار بينكما من حديث؟ يبدو أنك قد خرست ولا فائدة من الحديث معك. متى سيأتي اليوم الذي أرتاح فيه منك؟ هل سيعود؟ لا أظن. لما سيعود؟ لا عاقل يقبل ما اشترطت عليه، ولكن مع ذلك لن أفقد الأمل. ربما يعود. يا رب فرج عني ما أنا فيه. يا رب. سأفتح بيتا جديدا، هذه الأغراض تلزمني. السلام عليكم. أوبا. بهلول، أخفتني يا رجل، ما لك مستعجل هكذا؟ لدي عمل. عمل؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ماذا بعد؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ماذا تقصد؟ لا تنقصك الفتنة يا ابن أم فرج. بل ينقصني الكثير. أرسلت في طلبي. ما زلت أنتظر منك أخبارا. لقد نقلت إليك كل ما سمعت. ادخل. اسمع، كل ما نقلته لي لا أهمية له. ما كلفتك به ليس بالأمر السهل. كنت لا تستطيع تصيد الأخبار المهمة، فدعني أبحث عن بديل لك. فهناك الكثير ينتظر أن يخدم أمن هذه البلاد. ومن أين أتيك بالأخبار المهمة؟ أتريدني أن أختلقها وأظلم الناس؟ الأخبار لا تسعى بل يسعى إليها. فتش عنها، ومن لا يريد الحديث استدرجه ليبوح بما يخفي. أنت شاب ذكي ولا تنقصك الفتنة. سأحاول.
عما قريب ستسمع مني ما يسرك. هيا عد إلى عملك وأنا أنتظر منك أخبار. هيا.